شيخ زايد، عايز اقول خبر كده عن النادي الاهلي كمان. رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي جاله عرض من نادي سامدوريا الايطالي، عرض قوي جدا من نادي سامدوريا الايطالي ونادي ليستر سيتي الانجليزي. عارف نادي سامدوريا طبعا بيلعب في الدوري الممتاز ونادي مشهور، لكن مش زي زمان سامدوريا، بس طبعا فريق كبير في الدوري الايطالي. وفي نفس الوقت جاي له عرض من نادي ليستر سيتي في الدوري الانجليزي، ولكن النادي الاهلي بيقول لك مش هسيب حد لمده موسمين لغايه ما اعمل فرقه كويسه واثبت الناس. انا يعني انا بشوف ان ده غلط. انا دايما لما يجي اللعيب احتراف الاول حاجه بشوفها سنه من وجهه نظري. الراجل ده 17 سنه، ده بقى يعني بص احنا مصر كلها فرحانه بمحمد صلاح. بص وزير الخارجيه الايطالي بيتكلم مع رئيس الجمهوريه ها على محمد صلاح. أيه. فبالتالي بص محمد صلاح عامل فخر وعامل شكل للمصريين في كل العالم. ازاي رمضان صبحي مع كامل الاحترام يعني